بنعنا والتعاون تاعو وكذلك نفكر الجمعية جمعية الأولياء تاعنا اللي تمر هذا العمل أعطى أريحية لأبنائنا المتمدرسين. نحن جينا هنا نحضروا هذه المناسبة، مناسبة الخمسينية لافتتاح هذه المدرسة 50 سنة، مدرسة اللي عندها 50 سنة، وبفضل مجهودات هذه الجمعية والمواطنين وكذا أولياء التلاميذ أعطوا لها وجه جديد وأعطوا لها نظرة جديدة، وأصبحت مدرسة تقريبا تؤدي وظيفتها التعليمية في ظروف حسنة. إن هذا العمل نتمنوه وجينا من أجل تثمينه، وكذا نشكر في المناسبة الجمعية، وإن شاء الله تكون هذه الجمعية قدوة لباقي الجمعيات المدارس الأخرى باش تحذو الحبل تاعها وتكون يد عون للأطقم التربوية وكذا الإدارة باش يساهموا جميعا في تحسين ظروف المدرسة لأبنائنا. وبالمناسبة كنا ثاني باش نوقفوا نشوفوا ظروف المدرسة وظروف الإطعام داخل المدرسة. نتشرف اليوم بهذا اليوم المبارك احتفالية بذكرى 50 لتأسيس المدرسة السيد الزروقي أحمد. كما تحرر اليوم على السلطات المحلية وعلى رأسها السيد رئيس الدائرة الوفد المرافق له، نشكرهم. كما من هذا المنبر بهذه المناسبة أوجه شكري الجزيل كل الشكر لرئيس جمعية أولياء التلاميذ لمدرسة الشبيب الزروقي أحمد، وكذا كل الأعضاء بالمجهودات الجبارة اللي بذلوها في المدرسة لتحسين الظروف كمدرسة أبنائنا التلاميذ، اللي نتمنى لهم إن شاء الله تحصيل علمي ممتاز إن شاء الله.